السمعة بتاعته اصلا اول حاجة سمعته اصلا خدماته للمنطقة خدماته ليا ولا اخوانية ولا سلف ولا حزب نور ولا احنا عاوزين ناس مدنيين تبقى عارفة قيمة الناس اللي عايشة في الارياف وكده. انا بختار المرشح بتاعي بناء على سمعته اولا وتجاربه السابقة سواء في اذا كان عضو في المحليات او مجالس نيابية سابقة وطبعا لابد ان انا بعرف مدى ثقافته وقدرته على العمل السياسي والاجتماعي. ما يكونش تبع الاخوان ما يكونش تبع الحزب الوطني بس واشوف الاصلح وانتخبه ان شاء الله. بروح احط البطاقة بتاعتي وبوكس وامشي. انا هختار المتواجد في وسط الناس وعايش مع الناس. إنما علشان أختار واحد معاه فلوس وما أقوى في قانون ومش عارف قانون هدي الكرسي. طبعا هقرأ عنه وأشوف الجدول اللي هو داخل بيه إيه على أساس إن هو يشوف مشاكلنا يشوف حالتنا اللي إحنا قاعدين فيها. ماشي. النهارده لما أختار حد بالله عليكم كإعلام أختار رقاصة تشرع ولا عندها حتى ثقافة وهي أساسا ما تعرفش مين رئيس الوزراء القادم. لما لميس سألتها على الهواء هل بالله عليكم النهارده هآمن على الحزب الوطني اللي احنا نزلنا ضده وقلنا ان هو فساد وارهاب وفسد الحياه التعليميه. انا النهارده تتقطع ايدي قدام العالم كله يوم ما احط اسم حد من الحزب الوطني في برلمان او نواب مصر القادم. انا سمقاطع الانتخابات عموما البرلمانيه القادمه لان انا مش شارك فيها لان انا بعتقد ان دي انتخابات الاقليه. في اطياف كتيره سياسيه من الشعب المصري، الاصل في الانتخابات انه بيشارك فيها كل اطياف الشعب المصري. المرشح يعني هو تم اختياره بتبقى فيه تزكيه للناس اللي هي الطيبه اللي السيره الذاتيه كويسه اللي بتعمل خير طبعا اكيد لبلدنا وكده. طبعا لازم انتخب عشان ابقى عامل ايجابي في البلد. بختار المرشح بتاعي على اساس البروجرام بتاعه ايه هيبقى عامل ايه، ماليش دعوه باللي هو بيقول عليه. انا بشوف افعاله في المنطقه بتاعته اللي نازل فيها ايه. انا منطقتي هنا عابدين وابدا اشوف كل مرشح شغال ازاي، بسال الاهل يبقى ليه يتعامل مع الناس عشان اختار حاجه ايجابيه صح لبلدي.